يا توت عنخ آمون ادت لنا معلومات كتير قوي عنه كإنسان. أول حاجة عرفنا إن هو مات صغير في السن، وده عرفناه من الأسنان بتاعته، كان لسه دوس على ما كانش طلعت له، وكان يدوبك العظام بتاعت الرجل بتاعته كان يدوبك كانت ملتئمة. فده بيقول لنا إن هو كان توفى هو 18 سنة 19 سنة، صغير صغير في السن. في حالة توت عنخ آمون كان في كسر مختلف موجود في الركبة الشمال. الكسر ده مختلف ليه؟ لأن مادة التحنيط دخلت وتسرسبت جوه الكسر. معنى كده إن الكسر ده حصل قبل التحنيط، وقد يكون إن هو في حياة الملك. بس هتقولي لي الكسر ده يموت؟ هقول لك لا، الكسر ده مش مفروض إن هو يموت، إلا بقى لو حصل في تلوث شديد أو حصل في حاجة ده يموت. كسر الركبة في الأغلب حدث نتيجة سقوط توت عنخ آمون من على العجلة الحربية، وفي مقبرته تم العثور على 6 عجلات حربية عليها أثار استخدام، وعندنا دلائل بتقول إنه كان بيحب يصطاد وهو راكب على العجلة الحربية. يجوز إن مع مشاكله الجسمانية في رجليه ما كانش سهل إنه يقدر يظبط توازنه فوق العجلة، ولكن سيظل سبب وفاة توت عنخ آمون المفاجئ سر. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.